اهلا بيكم مره تانية. هي مش موضه، لعبه البادل دي مش موضه، لكن انتشارها السريع ده سببه حاجات كتيره قوي، منها ان هي سهله لاي فئه عمريه، ثانيا سهله لاي حتى اوزان لو هنتكلم على مستوى الرياضيين، لان هي مش بس جري ومجهود، بالعكس ده هي محتاجه منك تاكتكس، ذكاء، فيزياء، تبقى شاطر في الفيزياء ممكن تتعلم الفيزياء من خلال لعبة البادل. هي كمان حلاوتها وسبب انتشارها لان انت لو ما لعبتهاش فاكيد حد تعرفه لعبها في الفترة اللي فاتت. هي عندها قدرة رهيبة على ان هي تخلي مزاجك كويس، تنزل تلعب مع اصحابك، ترجع البيت بمود مختلف تماما. فعشان كده معانا النهاردة احد المدربين الرائعين واللاعبين الرائعين في مجال لعبة البادل، لأن هو من أوائل من أدخلوا اللعبة إلى مصر، الكابتن هشام محمد. فتعالوا مع بعض نتكلم كده عن اللعبة بتفاصيل أدق شوية. أهلا بيك كابتن هشام، مساء كابتن، منور الدنيا كلها. نور حضرتك، ربنا يخليك. كلمني عن البادل، احكي لي إيه سبب انتشارها السريع ده وإزاي دخلت وإيه هي البادل أساسا؟ طيب، هو في الأول هي البادل لعبة مزيج ما بين التنس والسكواش. هو الملعب مساحته 20 في 10، واخد من السكواش الازاز اللي من ورا، واخد من التنس الشبكه. السيرف بتاعك بيبقى عامل زي البينج بونج شويه، لازم ينط في الارض الاول. ايوه. اللعبه ما كانتش كده في الاول، هو كان يعني هي من 1969 بره، ظهرت في الاول في المكسيك. وكان واحد بيلعب تنس وبعد كده كبر في السن، فقالوا له طب نصغر الملعب، طب لا الكوره بتروح بعيد، طب هنبني حيطه. خدها منه واحد اسباني وراح بيها على اسبانيا. ابتدت الاول تتعمل جوه البيوت من تحت، يعني في الدور الارضي يعملوا الحيطه من هنا ومن هنا ويحطوا شبكه في النص وتتلعب. مع التكنولوجي وتطورها ابتدى الموضوع يبقى ورق ازاز ومن الجنب فيه سلك، وابتدى يحصل فيها التطور. اللعبه يعني هي غريبه في كل حاجه، في بدايتها وفي نشاتها. انتشارها السريع ده ان اللعبه دي اولا هي دبل جيم مش سنجل، فلازم اثنين ضد اثنين. تمام. الرولز بتاعتها والقوانين بتاعتها زي التنس، السكورنج سيستم بتاعها كله زي التنس. الميزه اللي فيها ان هو حضرتك مش لازم يكون عندك اكسبيرينس او باك جراوند لاي لعبه من العاب المضرب. تمام. المضرب بتاعها كبير شويه، هو بيبقى فايبر كربون او فايبر جلاس الماتيريال بتاعته. حضرتك ممكن تنزل تجرب اول مره والكره بتاعتها شبه التنس بس اخف من التنس، نفس كره التنس بس البريشر بتاعها اقل شويه عشان المساحه صغيره وعشان الازاز. أيوة. لكن هي نفس الكوره. بتنزل تجرب تلاقي الموضوع سهل، مش صعب خالص. فده اللي خلاها ان اي حد بيجرب مش لازم يكون عنده باك جراوند او ان هو عارف يلعب العاب مضرب او انه رياضي سابق او انه خالص. مش شرط. وبعدين الميزه اللي فيها اللي خلاها فعلا ده من وجهه نظري ان هي تنتشر، ان الموضوع ملوش عمر سني. هي البادل بتبتدي طبعا احنا لسه مصر في الاوائل، لكن يعني بره بيبتدوا من اول الخمس سنين الاكاديمي. ومفتوح، يعني دلوقتي رقم ثلاثه على العالم عنده 38 سنه، رقم سبعه على العالم عنده 45 سنه. تمام، ما شاء الله. في مصر هنا الناس بتلعبها 40 50 60 70، كله بيلعبها لان هي دبل جيم والحمل بيتوزع على الاثنين والملعب. أيوه. صغير. ايوه، فدي الميزه اللي بتخلي ان اي حد يقدر يلعبها، وفي وقت عمري معين في فئه عمريه بتوفر الرياضه عن حاجه معينه. صح، فدي الميزه ان لا بيقدر يكمل. صح، في ناس بتخلص رياضات وتبدا تلعب بادل، يعني في نجوم كوره بيلعبوا بادل بانتظام دلوقتي، في سايب معوض، حازم امام، احمد عبد الله، بشوفهم دايما بيلعبوها. بقول لسايب معوض كده عايزين نلعب بقى بادل، قال لا انا مستوايا عالي قوي دلوقتي، انت لسه صغير في البادل فما تحاولش. دي حقيقه، واحنا بقينا مش عارفين نتكلم مع كابتن سيد مؤخرا في هذا الموضوع، بس هو كان من اوائل الناس اللي لعبوها، كابتن سيف زاهر، كابتن أيوة. احمد عبد الله، كابتن حازم امام. صح. برضه انتشارها دوليا برضه ليه بنفس اللي حضرتك قلته دلوقتي. احنا صحينا من يوم الصبح كده لقينا ابراهيموفيتش فتح 32 ملعب في السويد. تمام. كومبلكس 16 في 16. زيدان بعد ما خلص ريال مدريد والتدريب وكده راح فتح في فرنسا كومبلكس برضه 4 ملاعب. تمام. فدايما لما بيبقى في كده فيجرز وناس مشهوره بتعلي وتزود انتشارها بكل بسرعة تاكيد جدا. صح. لان بيلاقي مره واحد، ففعلا زي ما حضرتك بتقول الناس دلوقتي بقت خلاص بتبطل وعارفه الحمد لله ان انا هقدر اكمل الرياضه فوق ال 30 او فوق ال 40. لا لسه في امل ان انا اقدر اكمل وكده. فبصراحه هي عدم وجود يعني سن ليها او سقف ليها مخلي ان الموضوع كويس ان انت حضرتك تقدر تمارس الرياضه. صح. حضرتك تفضلت في المقدمه وقلت فعلا الموضوع ده احنا برضو من الحاجات اللي مش عارفينها ليه البادل بتعمل كده. ان الموضوع ابتدى زي ما حضرتك بتقول، انا متضايق، انا مضغوط من الشغل. صح. انا تعبان. حضرتك بتنزل بتخش الملعب ما تعرفش ايه اللي بيحصل، بس هي وجود اربعه في الملعب مع بعض الموضوع ظريف جدا، بتطلع نيجاتيف انرجي عاليه جدا، حضرتك بتروح مبسوط بعديه. حصل بالتجربه والله. كابتن هشام دخلت مصر ازاي؟
والله احنا سنة 2014 عندنا يعني واحد شريكنا كان هو لعيب سكواش محترف وكان مثل مصر بره واستقر في اسبانيا، فشافها هناك وقرر انه يجيبها في مصر. عمل اول محاولة في 2013 ما نجحتش شوية، في 2014 نجحت وجاب اول 4 ملاعب في منطقة ما في التجمع. فضلنا من 2014 ل 2018 الناس بس بتعدي تدينا كومنتات حلوة كده تبسطنا، ملعب سكواش وباظ منكم، طب هل ده ملعب تنس ما قدرتوش تكملوه؟ كانت لسه الدنيا مش معروفه في صح 2014. فضلنا كده لغايه 2018، فقررنا لا قلنا لازم نغير الاستراتيجيه، لان فعلا اللعبه دي ناجحه في كل حته بس لازم بقى نبتدي. فابتدينا نتجه للانديه، لان قلنا بقى دي اللي اوسع انتشارا وفيها قاعده عريضه. تمام. فابتدينا في انديه تبع وزاره الشباب والرياضه، زي ايه؟ ابتدينا بنادي الصيد اول من ادخل اللعبه، يعني قبل كده كان كومباوندز بس كده حاجات تمام. خاصه. كان نادي الصيد المصري دقي واكتوبر، تاني يوم على طول كان جالنا مكالمه نادي سبورتنج، بعد كده نادي هليوبلس الشروق، هليوبلس مصر الجديده، نادي المعادي، سيتي كلاب تبنى حاجه كويسه جدا ان هو ينشر اللعبه في جميع محافظات مصر في سيتي كلاب، ممتاز. فادخلناها في شبين، كفر الشيخ، طنطا، يعني ابتدت تنتشر في كل محافظات مصر دلوقتي. لان وفعلا لما رحنا ابتدينا نعرف الناس اللعبه، الناس مبسوط بيها جدا، في ناس كانت عارفاها. ده دلوقتي بقت في المصايف، يعني دلوقتي انت تبقى المفروض رايح تنزل البحر، لا انا رايح العب بادل في المكان اللي فيه بحر. ف هو مش عايز اقول حاجه، دلوقتي بقت في كومباوندز وهي بتتبني، بقت اول حاجه تتحط ملاعب البادل في اللاي اوت، وبعد كده نبتدي نشوف بقى هنبني ايه. ايوه صح. يعني هي الموضوع بقى يعني مانداتوري، يعني بدون ذكر اسامي لاي حاجه، في جروب سياحي كبير كان جاي مصر وقرر انه يوقف التريب بتاعته في شرم الشيخ عشان ما فيش ملعب بادل. ياه. فالناس كلمونا وقالوا لنا within 3 weeks يا اما هنبقى في مشكله كبيره، لان ياه. هم اللي جايين اسبان وايطاليا وبرتغال، فالموضوع عندهم عالي قوي. هي طبعا. في يوروب جامده قوي، وساوث امريكا طبعا جنان، لان الارجنتين والمكسيك عاليين قوي في اللعبة. جدا من 1969 من زمان، ومعظم الابطال كلهم العالم حضرتك يعني بغض النظر عن التجنيس بتاعهم، لكن معظمهم ارجنتين كله، تمام. يعني الارجنتين جامده بس هم كلهم عايشين في اسبانيا، لان اسبانيا بتحتضن الاتحاد الدولي والورد بادل تور اللي هي المنظومه الدوليه للاعبين المحترفين. ايوه، وعشان كده ابرز نجوم البادل في العالم بشوفهم اسبان، يعني مش كده؟ يعني نعم. اسبان او ارجنتينيين أو عايشين في ارجنتين. اسبانيا. أيوة. طيب نكمل رحلتها في مصر، يعني انتشارها، هل انتشارها ليه خطط واضحه لانتشارها، ولا هي مجهودات فرديه وبالتالي كل ما نلاقي الناس بتحبها اكتر نبدا نكترها على مستوى الملاعب؟ هقول لحضرتك، احنا كان في الاول زي ما قلت لحضرتك، احنا لما ابتدينا نبص للموضوع كنا عايزين ننشرها، فاتجهنا للانديه. فالحمد لله دي كانت اول قاعده كنا باصين لها ان احنا ننشرها جوه الانديه. تاني حاجه قلنا طيب احنا عايزين نبتدي نحط مصر على الخريطه العالميه شويه، ايوه عشان الناس تبص لنا ان احنا كان يعني في كده منافسه صغيره ما بيننا وبين تونس، تمام. هي زي السكواش فيها البي اس اي اللي هي المنظومه الدوليه للاعبين المحترفين، في البادل اسمها الدبليو بي تي الورد بادل تور. فعملنا لهم فيزيت وجم عملوا سايد فيزيت علينا في مصر، وكنا مختارين 3 اماكن، قلنا الموضوع لازم يرتبط بالسياحه الرياضيه شويه، ما تمام. يبقاش الموضوع كده. فاخدناهم في استاد القاهره، الصاله مغطاه، بصوا كان رئيس الاتحاد شرفنا في زياره 3 ايام، اعجب وقال ممكن نعملها هنا. بس الاتحاد التونسي لا، رئيس الاتحاد الدولي، هو كان في الدولي. منافسه ما بيننا وبين تونس على اول دوله في افريقيا تعمل الورد بادل تور في تمام قاره افريقيا. تمام. فالحمد لله لحقنا قبليهم وعزمناه وجي، شاف استاد القاهره قال تمام، راح لنادي ما في التجمع بص وبرضه اعجب بيه، فقلنا له طيب احنا عاملين لك المفاجاه بقى، فاخدنا الهرم. تمام. فقال انا خلاص انا هعملها هنا. فعملنا، هم بيبتدوا بحاجه اسمها اكزيبيشن، بيجيب لحضرتك اول 4 اولاد على العالم واول 4 بنات، والملعب بنجيبه من بره عشان هم لازم نجيبه من عندهم غير الملاعب المحليه، وحطيناه عند الهرم، وعملنا بطوله العالم الورد بادل تور اكزيبيشن عند الهرم في ديسمبر 2019. تمام. فدي كانت بالنسبه لنا تاني خطوه ان احنا نحط مصر بس من ضمن المنظومه الدوليه دي للمحترفين. ايوه. مفيش اتحاد ولا في؟ بدأت ازاي حتى انشئ اتحاد البادل المصري؟ بعد اللقطه دي على طول، اول ما خلصنا بطوله العالم، لان احنا كنا ساعتها في يعني مجهودات من وزاره الشباب والرياضه عشان الموضوع ده ينجح، لان كان لسه مفيش اتحاد والدنيا مش معروفه. ايوه. فالحمد لله اول ما خلصنا البطوله ولقيت نجاح كبير جدا، سواء يعني عالميا كان في تعقيبات جامده جدا عليها طبعا الهرم والحضاره وكده، فالموضوع طبعا فعلا كان ليه صدى واسع جدا. جالنا مكالمه بعديها باسبوع ان احنا لا لازم نتحرك اسرع في الموضوع ده، بس كان القانون ان احنا لازم يكون في 7 انديه، وما كانش لسه الموضوع انتشر. ف الاتحاد المصري لسكواش بقياده عاصم بيه خليفه يعني تبنانا مشكورا، وقال انا هاخدها لجنه تحتيه تمام لغايه لما الموضوع ينتشر. فاحنا برضه لازم نشكره على الموضوع ده، ان كانت فتره مهمه
وكان ساعتها ابتدت الانديه تفتح، بس كنا عايزين سبورت ان احنا نبتدي نعرف الناس بحاجه زي مظبوط. كده. واخدتوا صفه الرسميه من خلال يعني انضمامكم لاتحاد سكواش. لجنه تحت أي الاتحاد مفهوم. سكواش، فيعني لكن في حاجه رسميه تقول ان احنا كذا. أي في نفس الوقت كان برضه الاتحاد لسه ما انشئتش، بس كان في اتحاد افريقي بيتعمل فيه بطولات زي الشامبيونز ليج على مستوى الانديه. تمام. فدي ابتدت برضه في 2019، فبرضه سافرنا مثلنا مصر. كانت معموله اول نسخه في السنغال، كانوا 4 دول ولاد بس يعني رجال فقط. وخسرنا من تونس في النهائي. تاني نسخه اتعملت في تونس، كنا عايزين نستضيفها بس ما لحقناش، فبرضه اتعملت في تونس وخسرنا من تونس. ثالث نسخه كانت السنه دي الحمد لله في شهر مارس مصر استضافتها، كان اول مره بقى يبقوا 7 دول رجال، وكانت اول نسخه للسيدات، ما كانش فيها قبل كده سيدات. والحمد كسبنا لله رجال كسبنا وسيدات. رجال وسيدات الحمد لله. فدي كانت جميله. فطبعا بعديه على طول لما لقينا الموضوع ابتدى يكبر، وزاره الشباب والرياضه على طول قالت لا كده الموضوع ابتدى يزيد والانديه، فاحنا هنفصل بقى الاتحاد وهنعمل اتحاد منفصل بنفسه ذاتي. انشئ منذ شهرين تقريبا او ثلاثه. شهر 3 شهور. صح؟ 3 شهور. يعني مجلس الاداره بيتعمل ازاي؟ او يعني هل بشكل طبيعي زي الاتحادات الرياضيه الامر يعني كيف يسير على مستوى دور الاتحاد المصري للبادل في تطوير اللعبه؟ هو هيبقى عنده تحديات صعبه شويه، لان اللعبه انتشرت وبقت اتوسعت بصوره شنيعه في مرحله صغيره جدا. بصوره حلوه قوي. بصوره حلوه جدا. فالسيطره عليها ان ما يكونش في الاتحاد الاول وبعد كده الانتشار. صح. فهيبقى في تحديات صعبه جدا، لكن ان شاء الله الناس يعني القائمين على الموضوع يعني بيحاولوا يستوعبوا الموضوع. هو زيه زي اي اتحاد، رئيس وامين صندوق ونائب وكذا. وزاره الشباب والرياضه مركزه الفتره اللي جايه ان شاء الله ان يكون في دعم الموضوع ده، عشان نبتدي بقى نقنن ونخش في بطولات جمهوريه والناشئين تحت الاعمار السنيه. كل اللائحه اتحطت والحاجات خلاص اعتمدت من اللجنه الاولمبيه وكله بقى موجود تمام. يعني نستنى بقى يعني السيزون اللي جاي ان شاء الله يكون في بقى بطولات جمهوريه للانديه كلها. تمام. لان ده يعني الفيوتشر ان شاء الله بقى. دلوقتي عدد الانديه تقريبا لو يعني في رقم معروف اللي عندها لاعبين او عندها فرق بادل قد ايه؟ بنتكلم في 12 ل 15 نادي. ايه ابرزهم؟ قلنا طبعا الصيد كان اولهم. الصيد طبعا من الانديه القويه، نادي هيليوبلس من الانديه القويه، نادي المعادي. في انديه بس يعني مش عارفين التقنين بتاعها، لان في حاجات تبع وزاره الشباب والرياضه وفي حاجات لا، بس تمام. في انديه يعني نيو جيزه، في يعني في انديه كتير. لكن من الانديه الرئيسيه هو الصيد وهيليوبلس والمعادي، يعتبر هم من ابرز الانديه. بنشوف نجاحات كمان للسيدات على مستوى اللعبه زي ما ذكرت، على مستوى افريقيا كسبنا رجال وسيدات. ممارسة اللعبة على مستوى الرجال هل هي مختلفة عن السيدات، ولا الأمر بتكلم على مستوى المجهود، على مستوى الأداء، على مستوى المستويات، يعني أو الاختلاف في طبيعة اللعبة؟ هو اللي بالنسبة لممارسة الرجال الموضوع بيبقى طف قوي وطف جامد بزيادة قوي. الموضوع بيبقى فيه جزء بدني رهيب. اللعب بيبقى سريع، لعب قوي، النقطة بتطول. احنا بقى عندنا ميزة الحمد لله. الرجال كده كده ان شاء الله يعني ماشيين كويس، بس مستنيين بقى الاعمار السنية الصغيرة اللي تطلع. لان كل اللي بيلعب برضه 19 22 25، احنا عايزين الناشئين. تمام. السيدات كان عندنا ميزة الحمد لله ربنا كرمنا بيها. في بنت نحب نوجه لها الشكر، لان البنت دي هي بقى لها 5 سنين بتلعب بادل. قبل ما اي بنت في مصر تعرف يعني ايه بادل. دي كابتن سلمى صيام. والدها الكابتن استاذ صيام ده راجل عظيم. يعني انا عرفتها من خلال استاذ صيام طبعا. يعني احنا لازم نوجه لها شكر ان البنت دي كانت البنت الوحيده في جمهوريه مصر العربيه اللي بتلعب معانا بادل. وسط احنا كلنا اولاد وكلنا قاعدين بنلعب، وهي بتفايت وبتيجي وبتلعب معانا، فخدت على الريتم السريع واللعب مع الولاد، ويعني ده بيبقى حاجه جامده ليهم. فما ابتدوش اللي هو اللعب البناتي العادي. البطولات بعد كده اللي ابتدت لما بنعمل بطولات كده وديه على حسب المكان اللي بنعمل فيه، ابتدى يبقى في رجال مثلا مان اي وبي وسي وبنات وميكس. الميكس ابتدى يقوي البنات جدا، ان هم بيلعبوا ضد اولاد. فابتدى برضو الموضوع ده يخليهم يجمدوا شويه. انا كان ليا شرف ان انا طبعا سلمى صيام دي ليه؟ سلمى طارق صيام. سلمى طارق صيام بس. بالظبط كنت قلت الاسم كامل. فهي بصراحه نقلت الاكسبيرينس وتحملت ان هي تحاول تخلي الستات، لان احنا عندنا بطلات جامدين جدا في التنس بطلوا. عندنا ناس لا مش عايزين لا كذا، رجعتهم كلهم يلعبوا. فهي اللعبه جمعت كمان المعتزلين من العاب اخرى ابرزها التنس. التنس رجعتهم. احنا عملنا بطوله في مكان ما كده من سنه ونص، وقلنا هنعملها سيدات وميكس بس.
سلمى خدت الموضوع ده عاتق على نفسها، جابت كل البنات اللي اعتزلوا من التنس او من الالعاب الاخرى رجعوا لعبوا قبلها باسبوع، نزلوا البطوله كانت ماتشات ممتازه. الستات ما صدقوش ان الموضوع سهل كده، فابتدى الموضوع يبقى سريع معاهم ان هم مره واحده لقوا نفسهم بيلعبوا وافتكروا مره واحده، ما هم يعني ما حدش بيبطل رياضه وبينسى. بس اللعب مع الولاد خلى الموضوع يبقى بالنسبه لهم لا بقوا لا مش هنلعب بنات مع بعض، ايوه هنلعب ضد ولاد. وفي بطولات للميكس كمان على طول، في بطولات يعني في بطولات رجال وسيدات وميكس وميكس، وبنعمل برضه جونيورز، بس الجونيورز بنسمح فيها بالميكس، ممكن ولد وبنت ينزلوا بدام تحت 16 سنه. اوكي مفهوم. فالموضوع ده فعلا خلاهم لما جينا لبطوله افريقيا لا يعني البنات بقوا منازلين عادي يعني بيلعبوا، يعني حتى بقيه الدول اتخضوا لان البنات نازله جامدين كانهم. مين اقوى الفرق الافريقيه على او الدول الافريقيه على مستوى لعبه البادل؟ مصر وتونس ومين تاني؟ والمغرب. والمغرب المغرب داخلين، بس دايما احنا بيبقى عندنا حاجه انا بعتز بيها شويه، بيبقى احنا دايما في كل الالعاب يعني الواحد من هو صغير يعني جمهوريه مصر العربيه الوحيده اللي مبقاش فيها تجنيس. فانا بنبسط دايما لان احنا لما سواء كده في الباك جراوند بتاعتي في الرياضه بتاعتي دايما كنا احنا بنبقى الوحيدين اللي بنمثل البلد من اصل مصر. تمام. تونس والمغرب فيها تجنيس للمنتخب؟ مش تجنيس، بيبقى معاه جنسيتين كذا، بس هو مش عايش في المغرب بس، جابوه محترف تونس. في دول من غرب افريقيا او حاجه غير شمال افريقيا مثلا؟ كان في مدغشقر كانت مشاركه معانا. كان في السنغال مشاركه معانا، غانا فيها يعني، بس هم كلهم لسه بيقوموا في الاول خالص يعني بيفكرونا بمصر من 10 سنين. مفهوم. بس ابتدى الموضوع لان برضو اي دوله من دول فيها اكسباتس موجودين او كذا لازم هيلعبوا بادل. فخلاص بقى بالامر ان لازم اي مكان فيه ترافيك او ناس موجوده لازم يتواجد فيه ملعب بادل. مفهوم. بس احنا سبقنا شويه يعني. الحمد لله. على مستوى بقى يعني انا عارف ان هي خطوه ممكن تكون بدري شويه، لكن هل ممكن ان نرى لعبه البادل ضمن الالعاب الاولمبيه في وقت مقبل؟ اسرع مما تتخيل. فعلا ده بسبب انتشار السريع ليها؟ برضو خلينا واضحين ان البادل كلعبه غريبه يعني برضو الميكس اللي انا قلته لحضرتك ده لما حضرتك مارستها وشفت الموضوع بيجذب السبونسرز قوي كحاجه جديده. فهي عليها ضغط شعبي واعلامي ورياضي، ويعني هي في اسبانيا دلوقتي نظرا بس لحاجات سياسيه هي المفروض ان هي عدت الباسكت، هم عندهم الكوره رقم واحد، الباسكت رقم اثنين. هي عدت الباسكت بس مش عايزين يعلنوا عن حاجه زي كده لان مش هينفع يعني، هم في عندهم اسس دي يعني زي في مصر ما ينفعش تقول الكوره رقم اثنين. مفهوم. ففي هي لكن هي من كتر الانتشار هم عندهم كل سنه 200,000 لعيب بيطلع كل سنه. فالموضوع عندهم لان هم عينيهم على اللعبه دي مسيطرين، الاتحاد الدولي عندهم، الورد بادل تور عندهم، المبنى بتاعه، فكل حاجه هم مسيطرين عليها. فالموضوع لا فعلا. وبعدين يعني هو في دلوقتي حضرتك انت عارف في الاولمبيكس حضرتك كل دوله من حقها انها تدخل ثلاث العاب لما بتيجي تستضيف. ايوه مظبوط. يعني احتمال نشوفها في باريس. فعلا؟ احتمال. عشان كده قلت لي اسرع مما تخيل، انت بداتها حلو، بداتها عنوان وبعديها وصلتني في النهايه ان ممكن نلاقيها في الاولمبياد اللي جايه. يعني هم منزلين لغايه دلوقتي اللي اعلن ان هم منزلين حاجه غريبه بريك دانس واحتمال تبقى البادل الثانيه. بريك دانس؟ ايوه تبقى لعبه اولمبيه؟ ما هو من حقه زي ما اللي فاتت نزلوا فيها كاراتيه فهو من حقهم لان الموضوع بقى فوق اي حد انه يقدر يستوعبه. مفيش اي دوله ولا اي يعني حتى المصانع المضارب الكور الملاعب المواضيع بقت فظيعه ما حدش قادر يستوعب. انا اتفاجئت ان المضارب، انا كنت فاكر اروح الملعب اخد المضرب العب، لقيت ناس بتشتري مضرب وواحد بيعلي على التاني بمضرب. الموضوع المضارب كمان بتختلف من مضرب الى اخر كابتن يا شباب. هو اللعبه حضرتك في لاعب بيلعب يمين ولاعب بيلعب شمال. اللاعب اللي بيلعب يمين ده احنا بنسميه لاعب ديفنسيف شويه يعني. اللعيب اللي على الشمال ده ما بيتفهمش، بيبقى لعيب اسمه اجريسيف. تمام. فبيبقى سماشر وبيضرب جامد ولعيب اجريسيف وجامد. فالمضارب بتبقى كايند اوف اللي بيلعب على اليمين بيبقى معاه مضارب كنترول. بيقدر يعني يكنترول الكور اكتر. واللعيب اللي على الشمال بيبقى المضرب بتاعه باور. تمام. عشان السماشز والحاجات اللي فيه. لو انا ايمن يفضل العب ناحيه اليمين ولا الموضوع ما يفرقش؟ ولو انا اشول العب ناحيه الشمال؟ لو اشول يفضل ان حضرتك تلعب على اليمين. على اليمين عشان يبقى الملعب حضرتك لو على اشول كده يبقى حضرتك الفور هاند بتاعك معايا وانا واقف هنا هيبقى الفور هاند الاثنين مع بعض. تمام. لكن ما يبقاش العكس ان هيبقى مزنوق باك هاند مع فور هاند. لا لا معلش واحده واحده عشان دي بتلخبطني. انا بلعب بيميني ابقى انا اللاعب الايسر اللي بلعب ناحيه الشمال؟ ممكن الاثنين ايمن. الافضل ايه؟ لا هو الطبيعي ان 90% من الناس بيلعبوا بايديهم اليمين. تمام. فبيبقى في لعيب يمين ولعيب شمال بيلعبوا بايديهم الاثنين. لكن لو قلتها بقى دلوقتي اشرحها لي قلت ايه بقى تاني؟ لو دلوقتي اللعيب اشول يفضل انه يقف على اليمين.
تمام. عشان الحرف التي اللي في النص موجود، لما تيجي كوره عليه هيبقى ده الفور هاند بتاعه. ايوه. واللعيب اليمين اللي واقف على الشمال فهمت. هيبقى ده الفور هاند خلاص بتاعه، اوكي، يبقى الاثنين مفهوم مفهوم تمام. بيفضل يعني. بس عندنا مشكله دايما في الباك ديت، اعليها احسن نفسي ازاي فيها؟ اصلا بقول السؤال ده مش بشكل شخصي لان هو شخصي، بس اكيد في غيري عنده نفس لا ده المشكله كتير دي. كل الناس هي بس في حاجات غريبه في البادل شويه. لما بنيجي ندرب الولاد او نقول عليها او كده، بيبقوا دايما مش فاهمين هي البادل اللي حضرتك تفضلت وقلت مقدمه هايله، لان ده اللي احنا بنقوله في التدريب، واللي حضرتك قلته ده الكي على فكره. اللي بيبقى شاطر في الفيزيكس بيبقى شاطر في البادل. طب واللي كان فاشل في الفيزيكس زي يعمل ايه عشان يبقى كويس في البادل؟ لا هو موضوع ايماجينيشن بس حضرتك انت. انا الفيزياء هي اللي حولتني من مجموع، انا كنت الاول على المدرسه في سنه تانيه ثانوي، دخلت ثانويه عامه ثالثه رحت في حته تانيه لا خالص. بتلاقي الامتحان كان صعب بس مش اكتر. لا يعني هو الموضوع ان هو البادل الناس يعني حضرتك مثلا بتلعب بايدك اليمين، فحضرتك الناس بتبقى فاكره ان كل حاجه ايدك اليمين وهي اللي بتعمل كل حاجه. البادل يعني فيها اهم حاجه الفوت ورك اللي هو الجزء التحتاني بتاع الرجلين، ده يمثل نسبه كبيره قوي. تمام. تاني حاجه تيجي بعديها في الاهميه هي ايدك الشمال مش ايدك اليمين. بتعمل ايه ايدي الشمال؟ لو حضرتك الطبيعي بتاع اي حد، لو جبت ولد صغير عنده 4 سنين او 3 سنين صغير واديت له مضرب وكور، هتلاقيه لو حضرتك رميت له الكوره هتلاقي ايده الشمال تحت وبدأ بالكوره لفوق. صح. فهو ايه اللي بيعمل الكنترول اللي يخليني اودي الكوره في خط مستقيم زي ما انا عايز؟ هي ايدي الشمال، لان لو ايدي تحت اللعبه دي اجانس جرافيتي، فانا عكس على طول الجاذبيه، فايدي هتطلع لفوق، فانا لازم اعمل كنترول بايدي الشمال دايما. عشان فنفس الباك هاند حضرتك كده، دي حركه عاديه للجسم يعني تمام. حركه اماميه، لكن دي الباك هاند عكسيه. فحضرتك لما تيجي تعملها غصب عنك ايدك الشمال بتنزل تحت، فتلاقي على طول المضرب قلب من حضرتك فلات والكره طلعت والكره فوق. راحت رايحه في، فدايما بنقول لهم خلي المضرب باصص للازاز اللي ورا، ايدك الشمال وراها وارجع بيهم مع بعض كده عشان كده. يعني المضرب اهو باصص للازاز اللي ورايا، لو انا اللي بلعب ورايا اللي ورايا اهو مثلا، يبقى المضرب كده هنا اهو، أيوة. وايدي الشمال كده اهو، وارجع بالاثنين مع بعض تمام عشان اظبط الكنترول بتاعك. اتفهمت بس فهي دي بس صعبه شويه فيها. طيب التدريب بقى ليها يعني الناس بتتدرب ازاي، او عشان لو عايز ان هو ينمي قدراته على مستوى البادل؟ والله احنا المفروض ان البروجرام احنا سيرتيفايد كوتشز وبنطبق، عاملين توأمه مع اكاديميه بره بنظبط معاها. الموضوع بيبقى المفروض انه مرتين في الاسبوع كتدريب، كل مره منهم ساعه، ومفروض في 3 ايام كمان بيبقى النشأة او الاولاد بيلعبوا مع بعض، بس بنمنع مواضيع الجيمز لان لو مش عايزين تنافس، مش عايزين تنافس، نبتدي بنفتي ونطلع بره الموضوع. احنا عايزين ننفذ في ال3 ايام دول اللي احنا خدناه في التدريب. تمام. مش مهم بقى تكسب تخسر يعني، ما بتبقاش في صوره. حلو الجيمز. ده ولازم يكون في بس مواضيع الفتنس مهمه جدا 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 منذ الصغر، عشان بس يكون في، لان اللعبه دي عنيفه ونسبة الإصابات فيها قليلة قوي. بس اللعبة دي من أسرع الألعاب اللي فيها ردود أفعال. فلو لا قدر الله الواحد مش فت لحاجة زي كده، الإصابة ممكن تبقى إصابات حاجة عضلية قوية جدا. يعني بتبقى قوي ومشكلة كبيرة. صح. يعني بيحصل كلها تويستس وأنكلز وكده. فبتبقى مشكلة محتاجة تسخين قبل اللعب. لازم، ولازم يكون بقى في فتنس وعضلات كويسة، لأن برضو المضرب بتاعها ممكن يبقى تقيل شوية. يعني في مضارب للجونيورز الصغيرين، لكن يفضل تسخين كويس، عضلات الكتف تبقى كويسة. يعني احنا في مقولة كده من دكاترة العلاج الطبيعي بيكلمونا يقولوا لنا احنا مبسوطين قوي بالبادل، الناس كلها بقت بتروح تلعب بسرعة، تك يتخبط يجي يتعالج عندي 3 4 شهور. أنا قعدت طول عمري ألعب كورة عمري ما جالي ضمة، لعبت بادل في بداياتي لقيت جالي يبقى ضمه، الضمه دي من امتى بتجيلي؟ هي دي بقى اللي بقول لحضرتك عليها، محتاجه شويه تسخين كتير عشان وعضلات قويه. لان المضرب فعلا تقيل والحركات كلها من الثبات وسريعه. صح. عكس لما حضرتك تكون بتلعب كوره او بتلعب اي رياضه تانية حضرتك مجهز لها. أي. انت هنا بيحصل حاجه غصب عنك، ازاز في ازاز تلف. صح. فيحصل. صح. حاجات كده. كابتن هشام انا استمتعت جدا بالحوار معاك، وبحييكم على كل اللي انتم عاملينه لتطوير اللعبه وان اسم مصر يبقى كمان اعلى فيها، فان شاء الله نبارك لكم كمان ميداليات اولمبيه قريبا يا رب ان شاء الله. قريب ان شاء الله. نورتني وشرفتني. ميرسي جدا يا كابتن هادي. نورنا شكرا. الكابتن هشام محمد لاعب ومدرب البادل، اللعبه الجميله جدا، وانتوا كمان كالعاده نورتونا مش بس النهارده لكن طوال حلقاتنا، فبشكركم على وجودكم معانا وتقبلوا تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. الى اللقاء.